لسه مكمل معاك يا ابطال جريد 5 في الكونكت بلس وبيج نمبر 15، وتعالى نبدا من اول الدور الجديد ونقول بسم الله. قبل بس ما احل هفكرك بحاجه، هقول لك ان سينج هي بتتقال مع غير العاقل عشان سينج دي اشياء، اما بادي او وان بتتقال مع البني ادمين، ده كده اول حاجه. طب تاني حاجه هفكرك بيها، هقول لك لو في نوت او في كويستشن اختار اني، يبقى نوت وكويستشن اختار مين؟ اني. تعالى نبدا اول واحده. There is at the door. It's your cousin. هقول له مين؟ طبعا اللي واقف على الباب ده عاقل ولا غير عاقل؟ يبقى هنا اهو هقول له ايه؟ لا، اللي واقف على الباب ده ايه؟ ده عاقل، يبقى something ده بره، عشان ده شيء، هو في شيء بيقف على الباب بره، هتبقى مين؟ somebody. يبقى يوجد somebody at the door، في واحد على الباب. It's your cousin، ده ابن عمك. هات اللي بعده. Number four. A man is very funny and likes here. A man ده هي مضحكة أو يعني فكاهية كده زي رودينا وبيحبوها. يبقى إيه؟ آه. هناخد مين؟ عسل. Everybody وكل واحد إيه؟ كل حد بيحبها. Hat number five. The test is very difficult. Did do well in it. مش ده سؤال؟ السؤال بناخد معاه مين؟ السؤال بناخد معاه اني، يبقى كده نو بادي بره و ايفري ثينج بره. طب يا مستر ما هو في اتنين اني، تعال نشوف بقى الامتحان اللي بيحله عاقل ولا غير عاقل؟ اللي بيحله عاقل، يبقى هقول له ديد اني بادي دو ويل ان ات. هات اللي بعده. هات نمبر 6. ان ذيس مول از مودرن. هقول له ايه؟ ده بيقول لك حاجة حديثة، طب يا ترى البني آدمين حديثين؟ لا، ده غير عاقل، يبقى everything number 6 everything in this mall is modern، يبقى كل حاجة في الإيه؟ في المول ده هو إيه؟ حديثة. هات اللي بعده. هات نمبر 7. There is in the bag for you. طب هنا هو بيقول لك يوجد في الشنطة، في الشنطة ده في عاقل ولا غير عاقل؟ يبقى everybody دي بره. طيب واني ثينج دي برضو بره لان مفيش نوت ولا كويستشن، يبقى يوجد كل شيء في شنطه، في الشنطه لك ولا يوجد شيء في الشنطه لك؟ هتاخد ايه؟ something in the bag for you. هات اللي بعده. نمبر 8. I bought we need in the market this morning. هات اللي بعده. هتبقى ايه يا مستر؟ هتبقى nothing ولا anything ولا everybody ولا everything؟ استنيني. I bought، كلمة بود هي اشتريت يا جنى، صح يا مستر؟ طب هو انا بشتري عاقل ولا غير عاقل؟ اكيد بشتري غير عاقل، يبقى everybody دي بره. I bought we need in the market this morning. انا اشتريت anything برضه بره عشان ما فيش نقط، يبقى انا اشتريت everything كل شيء. هات اللي بعده. نمبر 9. I'll buy you next time we're out shopping. أنا سأشتري ليك المرة اللي جاية وإحنا خارجين. أنا سوف أشتري ليك إيه بقى؟ عسل. Something من اللي على الدور في الحل. يلا. Number 10. Do you know who lives near the sea? هنا question يا مستر. Do you know إيه؟ عايز question. بالظبط. هتبقى إيه؟ any. يبقى نمبر 10 هتبقى anybody. يبقى هل تعرف اي شخص يعيش جنب البحر؟ هات محمد. طيب يبقى دي بالنسبه ل 10 هتبقى do you know anybody. هات 11 بقى. name a famous person that likes. يبقى هنا هو الاسم لشخص مشهور الذي likes، الذي ايه بقى؟ يحبوه. الذي everything ولا nothing ولا everybody ولا something؟ هتبقى everybody، ما حدش يتكلم الا بدور. يلا يا محمد حل 12. tell your partner، اخبر شريكك you know about your school. انت هتخبره عن حاجه غير عاقل، صح؟ خلص الكلام، سهله. ايه اللي غير عاقل هنا اللي انت هتخبره عنه؟ جدع. everything number b. تمام. يلا يا جمال. نمبر 13. is there، هنا ده خلص الكلام، ده في question. is there ايه؟ is there anything you don't do on vacation؟ هل في حاجه انت ما عملتهاش في الرحله بتاعتك؟
هات حنين. نمبر 14 وي هاد تو اسك فور دايركشنز، يجب احنا كان لازم ان احنا نسال ايه somebody، شخص ما عنده. في بعض الكتب قايلها او بعض الاجابات قالت ask everything، ان احنا نسال كل شيء عن الدايركشنز. الاثنين دول يعتبروا صح، بس انا هميل بعديها ل somebody. هات 15 there was in the aquarium only us and the fish، يعني يوجد في معرض الاحياء المائيه فقط انا والسمك. يبقى زير ووز ايه؟ مين اللي على الدور؟ يلا يا جنى هتبقى ايه؟ لا هتبقى زير ووز نو بادي، مفيش ولا شخص في معرض السمك خالص، يا دوبك انا والسمك. وطبعا السمك ده مش ايه؟ مش شخص.